ها نحن نجدد العهد ونتهيأ لإكمال المسيرة العظيمة التي ابتدأها أحرار الشعب. فلقد توهم أولئك الذين يظنون أن ثورة تشرين ستتخلى عن أهدافها وتترك دماء المئات من شهدائها وتهمل معاناة الآلاف من جرحاها وتنزوي أو تستسلم. لقد تعامل غيار الشعب من المنتفضين والمحتجين بوعي عال في ترتيب سلم الأولويات وأوقفوا نشاطهم لفترة بسبب فيروس كورونا، وذلك حرصا منهم على سلامة أبناء الشعب، مكتفين بالاعتصام الجزئي في الخيم والساحات. وقد كرسوا جهودهم في إطلاق الحملات التطوعية وحملات التحفير وتوجيه المواطنين للالتزام بالضوابط والتوجيهات الصحية ومساعدة أبناء البلد الذين تضرروا بسبب تبعات هذا الوباء، في الوقت الذي تنصلت فيه الحكومة وكعادتها عن دورها الأساس في هذا الظرف الحرج. كما أثبت المحتجون بأنهم دائما مشروع تضحية من أجل العراق، حيث عرضوا أنفسهم لخطر الإصابة بالفيروس من خلال قيامهم بواجباتهم النبيلة، وهذا معهود عنهم ولا جديد بالأمر، فهم كانوا وما زالوا كذلك. ربما حسب الفاسدون وأزلامهم من أحزاب السلطة والتابعين لهم أن الثورة قد انتهت وهثت لظاها حين مارسوا أساليب الترهيب والاعتقال والخطف المعتاد عنهم ضد الناشطين، وآخرها ما حصل في عدة محافظات. واعلموا أيضا أن مرشحكم مرشح الأحزاب والمحاصصة مرفوض رفضا قاطعا لا رجعة فيه ما دام مخالفا للضوابط الشعبية المعلنة مسبقا، وهذا الرفض جاء من خلال إجماع كل المحتجين في جميع المحافظات. فلا تستغفلوا أو تضللوا الناس عن طريق إعلامكم وفضائياتكم الممولة من قوت الشعب لتخلطوا الحقائق كعادتكم. استراحة مقاتل ونعود، وها هي بشارة الخير تلوح بالأفق بعد أن أعددنا العدة للعودة من جديد.